الصاروخ الأقوى والأبعد مدىً على مستوى العالم، يطلق عليه الغرب الشيطان، بينما يلقبه بوتين بالملك. أمر الرئيس الروسي بنشره، والآن يتهيب العالم دماره. سارمات أو RS-28 صواريخ روسية حديثة من الجيل الخامس، يمكنها اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي، قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 11,000 كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأمريكا بكل سهولة. سرعته القصوى تتجاوز سرعة الصوت بأكثر من 20 مرة. الصاروخ قادر على التحليق بين القطبين الشمالي والجنوبي. بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية وتدمير مناطق بأكملها.